رجل له أولاد ذكور وإناث، كان يمتلك قطعة أرض، وبعد زواج بناته اشترى لأولاده الذكور قطعة أخرى، ويريد الأب أن يسجل ما اشترى لأولاده خاصة، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور محمود العكازي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على أفضل وأشرف خلق الله، وبعد، يقول الله تعالى في محكم كتابه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وجاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. ومع كل هذا فإننا نرى في كل زمان ومكان أناسا لا يمتثلون لهذا الأمر الإلهي الكريم، ويصمون آذانهم عن سماعه، ويحاولون جهدهم أن يفرقوا بين أولادهم، ويفضلوا بعض أبنائهم على بعض، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. وغالبا ما تكون الأنثى هي الضحية وكف الفداء، تلبية لنزعة شخصية، أو لعاطفة زوجية، أو تأثرا بمظاهر خداعة وحيل براقة يلجأ إليها البعض، أو خوفا من انتقال المال بواسطة ميراث الجن إلى زوجها، أو غير ذلك من الأسباب التي يتذرع بها كثير من الناس. وغالبا لا تخرج عن كونها أسبابا فاسدة لا ينبغي لعاقل أن يتخذ منها أساسا لتلك الفسقة، لأن نسبة جميع الأبناء والأولاد إلى الآباء نسبة واحدة لا يفضل أحدهم غيره فيها، وقد جعل الله للجميع حقوقا مشروعة في مال أبيهم، وأوصى الآباء بمراعاة تلك الحقوق، للذكر حقه والأنثى حقه. يوصيكم الله في أولادكم: للذكر مثل حظ الأنثيين. والإنسان الذي لا يعدل بين أولاده يعتبر عاصيا لله ومتعديا لحدوده، ويدخل في زمرة من قال الله فيهم: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وبعد، فجميع ما يملكه الأب يعتبر بعد وفاته تركة وميراثا يوزع بين الورثة جميعا على وفق تعاليم الإسلام، لأن الله هو الذي تولى بنفسه توزيع التركة بين الورثة على